الو، الو، مين معايا؟ ايه مش فاكر صوتي؟ لا معلش مش واخد بالي. عموما انت عندك حق تزعل مني، انا اسفه يعني عشان المره اللي اتعاملت معاك بطريقه سخيفه المره اللي فاتت، بس معلش عشان كان عندي شويه مشاكل والناس اللي انت شفتهم خارجين من عندي كانوا يعني جايبين لي اخبار وحشه، وبعدين انت طول الوقت بتعاملني كده زي ما اكون متهمه عندك وبتحقق معايا، فيعني الحاجات دي عصبتني شويه. ما تزعلش مني خالص. طبعا متهمه ايه، وبعدين انا مش زعلان خلاص، المهم انت تبقي كويسه. وبعدين يا ستي لو في عندك اي مشاكل ما تحكيها لي وانا هتلاقيني جنبك. متشكره. طب عشان ما اطولش عليك، كان في قريبتي كوريا اللي انا عايشه عندها يعني اللي شقتها كان عليها مشاكل، فاكرها؟ اه فاكرها طبعا، الكوافيره. اه خطيبها بقى اسمه ابراهيم نوح السيد، كان جاله استدعى من النيابه وهو قلق قوي عايز يعرف يعني الاستدعاء ده عشان ايه، فلو تقدر يعني تعرف لنا. بسيطه خالص، انا بكره الصبح اول ما اوصل القسم اشوف لك لو ليه اي محاضره عندنا اتحولت للنيابه ولا لا، ولو في هعرف لك ايه السبب بالظبط. مش ده رقمك؟ اه رقمي. خلاص انا هسجله واكلمك بكره اقول لك ايه الاخبار. بس بقول لك ايه، هتعامليني زي ما بتعامليني دلوقتي مش زي قبل كده. لا اكيد زي دلوقتي. يلا باي باي. ما بتكلموهش جت نيل، احنا لو بنعرف نتساوي كده ما كانش ده بقى حل. بتقولي ايه؟ ها؟ بقول متشكرين يا جولي. العفو يا كوريا. الو، ايوه يا بابا، ازيك؟ اهلا، ازيك يا ست نجوان؟ لفت الفلوس لوحدك وسايبانا حالنا متبهدل ليه؟ هو في حاجه حصلت؟ في حاجات يا اختي. امك جالها فشل كلوي وراقده في المستشفى. يا نهار ابيض، فشل كلوي مره واحده؟ هما المرتين. مره واحده محتاجه غسيل كلوي 8 مرات في الشهر ب 8000 جنيه، الجلسه الواحده ب 1000 جنيه. مش مهم الفلوس، انا هبعت لك، بس المهم ماما تبقى كويسه. بلا 60 نيله اهي راقدت، مين بقى يا اختي اللي هيصرف على البيت ان شاء الله؟ ما قدامناش غيرك. ابعتي لنا كل شهر ال 8000 بتوع الغسيل، وفوقيهم كام ألف كده لمصاريف إخواتك، مصاريفهم بقت تقطم الوسط. طيب حاضر يا بابا، أنا هبعت لك على الوسط ريونيو زي المرة اللي فاتت، المهم خلي بالك من ماما. يلا باي دلوقتي. ها باي. باي باي. جاتك نيلة في لغات أمك، ما تقولي مع السلامة. يا دي النكد اللي أنا فيه، لسه هروح أفتح. طيب ايه ده جايبينها لي كده ليه؟ انا لا بعرف اكل ولا اشرب ولا طفح ولا عندي نص جنيه في البيت حتى. الله يكرمك يا ابو نجوان، انا مش طالبه يا اخويا غير اني اترمي على فرشتي، والدكتور قال ان انا هتحسن بعد الغسيل. انزلي يا اختي هاتي لك قرشين تغسلي بيهم. ايه ده، انت بتكلمها كده ازاي؟ واحدة عيانة قدامك يا أخي عندها فشل كلوي، قولها ربنا يشفيكي إن شاء الله تقومي بالسلامة، مش عمال تسم بدلها كده بكلامك. جرى إيه يا أختي؟ أنت هتعملي لي فيها أبلفيتة وتوعظينا؟ ما تغوري في داهية، واحد بيتكلم مع مراته، إيش حشرك أنت؟ معلش يا بنتي امسحيها فيا، حقك علي. ربنا يكون في عونك يا منى جوان. السلام عليكم يا أختي جمالات. هلو، أهلاً وسهلاً. مين الراجل ده؟ ده الشيخ ناصر يا سندس. أنا بحب الشيوخ قوي قوي قوي، عارفة ليه؟ ليه؟ علشان بيودونا نحج ويعلمونا نقول إيه. أنا هحج إمتى بقى؟ إن شاء الله ربنا يكتبها لك يا ست سندس. بعد إذنك يا أختي، كنت حابب ألفت نظرك لحاجة بسيطة كده. اتفضل. هذه المجسمات الموضوعة في فترينات العرض المسماة بالمريكانات، ألا ترين فيها فتنة؟ يعني إيه؟ هذه المجسمات أنا ترين فيها فتنة؟ فتنة؟ دي بلاستيك. أفهم هذا جيدا، ولكنها منحوتة بمهارة كأنها أنثى متفجرة الأنوثة ملفوفة القوام. وشباب منطقتنا من الفقراء، ممن يصعب عليهم توفير نفقات الزواج لمشاهدة النساء الحقيقيات، وأنا بعيني شاهدت كثير من أبنائنا سائق التكاتي وهم يهدئون السرعة ليتأملوا هذه المجسمات والعياذ بالله. العياذ بالله،
يعني هو انا صحيح مش فاهمه ولا كلمه من اللي حضرتك بتقوله، بس واضح انه كلام مهم. ولكنني وقفت اراقب المحل طويلا حتى وجدته خاليا وتجرأت وقلت اكلمك. لا انا مش متضايقه خالص، بالعكس حضرتك يعني بتقوم بدورك شيخ في الاريا في المنطقه قصدي. والله خير القيام يا اختي جمالات، اقيم الشعائر واقيم الصلاه وام المصلين، كل هذا نظير 750 جنيه شهريا بكافه مشتملاتي. مشتملاتي ما شاء الله تبارك الله تبارك الله. بارك الله فيك. بعد اذنك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. على مهلك وانت ماشي. الراجل ده عايز ايه؟ مش عرفني، بيقولي لازم ألبس المكنات. مكنات؟ لبس المكنات ويشتغلوا ازاي؟ هو أنا ناقصاك انت كمان؟ حرام عليك. خد يا حبيبتي وردي على التليفون. ألو. صباح الخير. صباح النور. كويسة النهاردة ولا لسه مضغوطة؟ لا كويسة، بقيت أحسن. أنا خليتهم دوروا على القضية بتاعت إبراهيم نوح ده، طلع معمول فيه بلاغ بسرقة ميكروباص، بس هو طبعا اتهام من غير لا شهود ولا أي حاجة، وعشان كده اتعمل له استدعاء مش ضبط وإحضار، بس طبعا لازم يروح وينكر عشان ما تتعملش قضيه وتحكم عليه غياب. خلاص حاضر، انا هقول لكوريا عشان تقول له. ومتشكره قوي لحضرتك تعبتك معايا. حضرتك اول حاجه ما تقوليليش حضرتك، ثانيا ما تشكرنيش، وانا عايزك تخلي بالك من نفسك، دي احسن طريقه تشكريني بيها. خلاص ماشي، يلا باي باي. مالك يا بيت؟ ساهمت كده ليه؟ صح صح الأكل عيشك، لحسن بعدنا أقوم أكسرك. ده تحط شوية زيت عليهم حتة دهن جاموسي. دهن جاموسة؟ آه عشان يدوا ريح، وبعد كده تروح فاقع الكبدة والسجق ورادمهم فلفل أخضر وطماطم وبهارات. لما تيجي تعبي بقى ها ما تدبش السكينة في الرغيف لحد آخره عشان ما يبهواش ويطلب مونة زيادة. بص نص فتحة ها، وتمسك المقصوصة ويادوب، شوف يادوب لحسة كبدة، وتكمل بطحينه. الكيلو يعمل معاك من 80 لمتر رغيف، اقل من كده تبقى حمار. اسمع يا واد منه، وما تصدرش الطرشه يا ولا، شوفوا بيشتغل الناس ازاي عشان ما حدش يشتغلك يا عبيط. امال الزبون هياكل ايه؟ مخلل، تدي له مخلل على قد ما تقدر، المخلل بيضيع طعم الرغيف الحار. ياكل اللي ياكله يا اخويا، ما ان شاء الله ما اكل. هو الرغيف ابو كيلو كبده و2 كيلو سجق يا اخويا. زكا مسوك، زكا سوك، تعالى هيما عاوزاك. ايه خير؟ القضية اللي عليك طلعت بتاعت سرقة الميكروباص، والواد الظابط قال للبت جمالات انك لازم تروح عشان ما تمتصش فيها حكم، وبيقول لك كمان لازم تنكر، ما هو ما فيش شهود ولا حاجة. ماشي؟ ماشي، هروح بكرة اشوف الموضوع ده. ماشي. بس ايه موضوع البت مع الظابط؟ منطقة ضيقة يا كوريا والريحة هتفحفح. اديها نفعتك يا اخويا، كنت هتعرف مين اللي فيها لو ما كانوش بيكلموا بعض. قشطة، طالما فيها مصلحة قشطة. البت يا اخويا عمالة توشوش في الواد كأن احنا غرباء. هو احنا غرباء يا ولا؟ احنا غرباء ياما، وخليك في حالك بقى. الله يخرب بيتك يا سوق، يا سوق هتولع فوق.